مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه معنا في مصر في اسبوع. فقرتنا دي زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم فيها عن مرضى فيروس سي وحالتهم بعد فتره من بدء العلاج بالسوفالدي والادويه الثانيه زي الدكلانزا وعدد ثاني من الادويه اللي دخلت فعليا في علاج المصريين بعد ما عانوا لسنوات من الانترفيرون. المصريين اللي ياما عانوا من المرض اللعين ده واحتلت مصر المركز الاول على مستوى العالم في الاصابه بيه بنسبة 12%، حوالي 11 مليون، البعض بيقول 15 مليون أو 13 مليون، الله أعلم. يعني نتمنى لهم بالتأكيد كلهم الشفاء. الحمد لله الإحصاءات بتتكلم عن علاج مئات الآلاف بالأدوية الجديدة لغاية دلوقتي بيوصلوا ل 300 ألف. خلونا نشوف الموقف الحالي للمرض من خلال ضيوفي اللي مشرفيني بالتأكيد في الاستوديو. في البداية الدكتور جورج عطلة عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، أهلا وسهلا بيك. شرفني يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. وكمان بيشرفني دكتور محمد علي عز العرب أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. بس اسمحوا لي مشاهدينا الكرام، يعني عايز استغل التايتل بتاع الدكتور جورج في البدايه عضو مجلس نقابه صيادله مصر. الموضوع قبل مرضى فيروس سي اللي هيكون ليهم كل الاهتمام في الفقره، بس اساله في الاول على اللي كنتوا بتهتموا بيه الاسبوع اللي فات، البلبله اللي حصلت في سعر الدواء، شفت ازاي البلبله اللي حصلت الاسبوع اللي فات؟ مساء الخير على حضرتك طبعا ومشاهدين حضرتك الكرام. اهلا بيك. حضرتك نقابه صيادله مصر طبعا من اول اهتماماتها المريض المصري وتوفير علاج امن وفعال. هي كانت المشكله بس ان القرار اللي صدر من معالي رئيس الوزراء كان في جزء كده ما كانش محدد قوي، ان هو الادويه اللي تحت ال 10 جنيه هتزيد 2 جنيه والادويه من 10 جنيه ل 30 جنيه هتزيد بما يوازي 20%. تمام. في بعض الناس استغلت هذا القرار وابتدت تطبق ده على سعر الشريط العبوه نفسها. 2 جنيه للشريط؟ لا 20% مش شريط، يعني لو الشريط مثلا ب 4 جنيه يزيد، لو ب 10 جنيه يزيد 2 جنيه، لو ب 15 جنيه يزيد 3 جنيه، فده عمل رينج واسع للعبوه نفسها. كان في لقاء مع معالي وزير الصحه يوم الاربعاء، هو كان مسافر ووصل يوم الاربعاء، قعدنا معاه وصدر قرار ان القرار ب 20% في الادويه اللي اقل من 30 جنيه بما لا يزيد عن 6 جنيه. فكده الموضوع انتهى. خلاص يبقى الادويه اللي في مصر كلها اللي تحت ال 30 جنيه هتزيد من 2 جنيه ل 6 جنيه بس، واللي تحت ال 10 جنيه هتزيد 2 جنيه. مش الشريط؟ لا مش الشريط، العبوه كلها بالظبط. يعني الحد الاقصى لما المواطن البسيط الغلبان يروح يشتري ويلاقي الصيدلي مزود عليه 2 جنيه على الشريط، لا على العبوه، لا انا بتكلم على الشريط، هنا يتوجه على طول بالشكوى ضد. بص يا فندم، الدواء مسعر جبري في مصر. تمام. وفي قانون 163 لسنه 1950 الفقره التاسعه اللي هي المنتجات المسعره جبريا يعاقب بالحبس سنه لخمس سنوات وبغرامه من 300 جنيه ل 1000 جنيه كل من يخالف هذا القانون. فان يعني محال ان صيدله هيخالف ده، ممكن تبقى عنده المعلومه غلط. يعني ممكن يبقى عنده المعلومه غلط، واحنا النهارده 12 التسعيره الجديده في جريده الاهرام، احنا ابتدينا نبعت للصيادله كل التسعيره الجديده، تواصلنا مع الاداره. بيوصل لهم. طبعا. فيبقى خلاص يبقى الغلط هو المسؤول عنه. بالظبط. بس خلاص المشكله اتحلت والتسعيره الدواء من 2 جنيه لاقصى حاجه 6 جنيه على العبوه. ويبقى البلبله اللي موجوده في الشارع المصري انتهت. انتهت تماما. انتهت تماما. ادويه الفضل. لا تعليق. بصفتي مستشار طبي المركز حقوقي، هو مركز مصر للحق في الدواء، وكنا دخلنا فعلا بالتعاون مع نقابه الصيادله ووزاره الصحه في مساله الادويه واسعار الادويه. الفكره ان احنا كان لنا مبدا واحنا بنقوله دلوقتي، احنا مع زياده الاسعار للادويه التي بتخسر، يعني في ادويه فعلا تكاليف انتاجها الحالي فعلا اكتر من ثمن المبيع بتاعها، وخاصه ادويه شركات قطاع الاعمال اللي هي شركات القبضه ل 11 شركه اللي بتسبب الخساره الكبيره للشركات. لا يعني دي يملكها الشعب، دي رقم واحد. خسارتها السنه اللي فاتت بس كان حوالي من 180 ل 200 مليون جنيه، وده رقم كبير جدا. فعشان اوقف الصناعات دي، لان شركات قطاع الاعمال هي رمانه الميزان لصالح المريض البسيط، كان لابد ان اعاده النظر في تسعيره، خصوصا ما اتحركتش من حوالي اكتر من 20 سنه. فالوضع كان منطقي عشان اوفر هذا الدواء الرخيص ان انا اعمل تحريك سعري مناسب بما يغطي تكلفه الانتاج والتشغيل، لكن لا يطبق على القطاع الخاص. لا الفكره في حاجه، انا مش ضد القطاع الخاص، ولكن كان لنا وجهه نظر ان في بعض الادويه احنا كان متفقين من جنيه الى 20 جنيه، الادويه حد اقصى اللي هي 20 جنيه يتم زياده حتى 20% من واقع دراسات فعليه.
وليست الجميع. يعني كان لنا وجهة نظر أن الزيادة لا تكون جماعية لكل الفئة الأقل من الرقم، وكان لغاية 20 جنيه، لأن لقينا في مجموعة الأدوية من 20 ل 30 جنيه دي بتحوي 4000 صنف تقريبا، معظمها أو كلها لشركات القطاع الخاص، الكثير منها وضعها قبل الزيادة السعرية الحالية كانت أدوية رابحة. الإجراء الأخير رابحة. فإحنا يعتبر خلاص هو مش إحنا ما دي النقطة. النقطة إن إحنا ما زلنا في إحنا متفقين الأدوية الأقل من 20 جنيه، من 20 ل 30 نطلب إعادة النظر في الإجراء الذي تم، وإحنا عارفين جهود معالي رئيس الوزراء وجهود وزير الصحة وبتعاون مع الجميع، وأنا عارف إن الصناعة الوطنية صناعة خالصة سواء القطاع الخاص، وإن هم مع المريض البسيط اللي فيه فعلا معاناة. فإحنا من 20 ل 30، ودي فرصة ممتاز لقائنا مع حضرتك، إن من 20 ل 30، وأنا في تصوري إن مجلس النواب يعني بدأ في إجراء حاجة معينة في الموضوع ده إن شاء الله. في 20 ما بتطلعش لل 30 يعني، حلو أهو كده الحق في الدواء ونقابة الصيادلة. يعني أنا محظوظ النهاردة إن ممكن كنا نفتح الموضوع ده. طيب نحن ليه فيروس سي ومرضانا أهالينا من المصريين اللي عددهم بالملايين كان أكتر عدد مرضى في مصر هم طبعا مرضى فيروس سي، حالتهم دلوقتي ايه؟ وهو النسب وصلت لغايه فين؟ طبعا يعني هو بنتكلم على 15 مليون ولا 13 ولا 11 ولا كام؟ شوف حضرتك احنا بنتكلم عن المشكله الصحيه الاولى في مصر، يعني باجماع التقارير المصريه والدوليه. التقارير الدوليه لغايه دلوقتي يا استاذ كمال بيقولوا ان احنا كمصر النسبه لا تقل عن 15%. احنا التقارير في مسح صحي اتعمل صحيح ومسح خاص اسمه دي اتش اس ديموغرافيك هيلث سيرفي، اتعمل سنتين في سنه 2008 وفي سنه 2015. لقوا ان نسبه الاصابه من اللي هم الفئه العمريه من 15 ل 59 سنه كانت 10% سنه 2008، النسبه دي قلت ل 7% في 2015. الارقام الحديثه اللي هي اونلاين حتى بالنسبه للدبليو اتش او والحاجات دي معتقدين ان مصر ما زلنا احنا رقم، وهي فعلا دي حقيقه، رقم واحد في العالم بالنسبه لمعدل الاصابه والاصابه سنويه، معدل حدوث سنوي كمان لسه الاصابه سنويه. احنا عندنا حضرتك ما عادش في عندنا الوقايه الكافيه ان احنا ده لسه دي عايزه جهود كبيره جدا جدا على كافه الاصعده الرسميه والشعبيه، يعني عايزه مجهود جامد جدا جدا. احنا مع مبادره السيد الرئيس وعلاج مليون مريض فيروسي سنويا قبل العلاج. انا عايز هي الفكره لو انا ما قفلتش الحنفيه اللي احنا بنقول عليها دايما اللي هي العدوى الجديده اللي ما زالت تحصل، واحنا بنكلم حضرتك دلوقتي لغايه نهايه البرنامج هيكون 10 افراد دخلوا مرضى جدد لفيروس. استغل فرصه حضرتك معايا، واحد اتنين تلاته الاسباب اللي بتؤدي للاصابه. واحد مشاهدينا الكرام بيه. واحد ايوه واحد مالبراكتس. مالبراكتس يعني ايه؟ ان مريض بيدخل منشاه طبيه تدخل علاجي سواء عمليه جراحيه شيل سنه عمل منظار عمل قسطره، الحمد لله درجة الأمان كويسة، بس ما زال بيخرج ببعض الفيروسات الكبدية منها سي وبي وفي بعض الأماكن الاتش اي في وهي قليلة جدا. فاحنا المال براكتس احنا لقينا المحافظات الحدودية أقل نسب إصابة للفيروسات وفيروس سي، لأن المنشآت الطبية هناك أقل، يعني سواء في الشرق أو الغرب أو أقصى الجنوب لقينا نسبة حدوث فيروس سي. طب هو المواطن البسيط اللي داخل عيادة علشان يكشف أو علشان يخلع سنته هيعرف منين إن اللي مصاب بالفيروس ولا ده الطبيب؟ يعني هو الطبيب هنا المسؤول الأول والأخير عن صحة العيان ده، بدل ما يدخل يعني يخلع سنه يجيله فيروس. ممتاز. احنا بنقول دي عايزة حاجات، عايزة دور لتوعية صحية سواء حتى للمرضى يبقى عارفين فاهمين يعني ايه مكافحة العدوى في مهما أي منشأة طبية. مهما كان المريض برضو عنده وقاية او عنده معرفة، بس الدكتور نفسه يعني المريض واثق في الدكتور، لو قال له افتح بقك هيفتح بقه. انا النقطة التانية الطبيب ومش طبيب، كافة الجهات او اللي بيسموه الفئات المعاونة لازم يكون عندهم اولا توعية صحية وضمير، وتالت حاجة اللي هي مهمة جدا فيهم توافر الامكانيات اللازمة. توافر الامكانيات معنى ايه؟ بمعنى ان في ماسكات، معناه ان في جوانتي. اقول الاخت الممرضة لو سمحتي بعد ما تدي الحقنة للمريض او تدخل اقلعي الجوانتي قبل ما تستخدمي معاه
مع مريض اخر للتدخل ده. طيب الموضوع كبير قوي قوي، واحنا طالبنا في استراتيجيه موضوعه من وزاره الصحه، ولكن احنا عايزين اليات على ارض الواقع. احنا عندنا، مش عايز اقول لك ان الصور بتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض السلبيات، لكن احنا عايزين فعلا استراتيجيه واضحه محدده زمنيا ومكانيا كمان. طيب. للوقايه. طيب دكتور جورج، العدد موجود عندكم؟ العدد نفس متوسط الاعداد، هي المشكله بس ان كمان ده الناس اللي عارفه ان هي عندها فيروس سي، لكن في ممكن ناس عندها حمله لفيروس سي وهي مش عارفه، لانها مش محلله ومش عارفه ان هي نيجاتيف او بوزيتيف. لكن الاعداد طبعا الاعداد كبيره جدا. طيب بينضم لنا عبر الهاتف الدكتور اشرف مكاوي، عضو نقابه الصيادله والمدير التنفيذي لمشروع مصر بلا فيروس سي. اهلا بك يا دكتور اشرف. يا اهلا وسهلا واهلا بضيوفك الكرام دكتور جورج ودكتور محمد عز العقل. مشرفنا بكل تاكيد يا فندم. المدير التنفيذي لمشروع مصر بلا فيروس سي، يعني عنوان طموح للغايه، بس ياخد قد ايه علشان يتحقق؟ اسف انا ما سمعتش تاني لو امكن السؤال. مصر بلا فيروس سي عنوان طموح للغايه، بس ناخد قد ايه علشان يتحقق ان شاء الله؟ يعني والله احنا فكره مصر نفسها بلا فيروس سي اللي اخذنا وحيها من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما وعد ان 2018 2020 هيكون نهايه فيروس سي في مصر، فكان لازم ناخد خطوه تكون ايجابيه بان احنا نحاول احنا كنقابه الصيادله نبدا احنا نفسنا بالصيادله. الصيادله عددهم حوالي 200,000 صيدلي، لو كل نقابه اخذت اعضائها اعتقد 50 او 60% من الشعب المصري هيعالج وفي رقم قياسي. انما مصر بلا فيروس سي هيمشي ازاي وهيبقى اخره ايه؟ ده بيعتمد بقى على قوه الحمله اللي احنا بداناها يمكن من حوالي شهر فبراير اللي فات، واعتقد يمكن حضراتكم نفسكم دلوقتي بتشاركونا وقبل كده قنوات كتير اعلاميه وجمعيات اهليه، وصلنا لحوالي 5,000 مريض غير صيدلي بنعالجه من خلال هذه الحمله ومن خلال ارقام الاغاثه اللي احنا دايما بنعلنها عند كل قناه، لان التكلفه عاليه وان كنا احنا بنحصل على اقل تكلفه ممكنه، انما بالفعل المشروع بيستحق ان احنا لازم نغامر ولازم نكمل. ويمكن انا ببقى دايما سعيد قوي لما يتقال اللي نفذ مشروع هو ده بعيدا عن وزاره الصحه ولا بالتنسيق معاها يا فندم؟ لو ايه يا فندم؟ ده بالتنسيق مع وزاره الصحه. بالفعل بالتنسيق مع وزاره الصحه وتحت رعايه السيد وزير الصحه دكتور احمد عماد. دكتور احمد عماد بنفسه بيتابع معانا ودائما يحب ندينا ريبورتات، ده في الاخر طلب منا ريبورتات مصوره وبارقام البطايق اللي احنا عالجناها. الموضوع كله تحت رعايته ولكن دون ادنى تكلفه على الدوله. طيب. احنا بنتعامل مجانيه كامله للمريض من اول التحليل والفحص، ويجب ان انا لما اذكر الفحص والكشف لازم اذكر معاه الدكتور محمد عز العرب، لانه هو نفسه رئيس الاستشاريين اللي ماسكين مشروع مصر بلا فيروس تبع نقابه الصيادله، فيجب ان انا اشيد بيه واشكره. علينا دكتور لا يتقاضى اي اجر، عمل وطني بحت، وانا بشكره على الهواء من خلال حضراتكم. لا ده واجب علينا. ايه كامل التحيه لحضراتكم بالتاكيد لا. سواء حضرتك او دكتور جورج او الدكتور محمد. طيب اهالينا اللي مصابين بالفيروس واللي عددهم بالملايين يا دكتور، نقدر نديهم امل ازاي؟ انا عايز بس امل ليهم، نقدر نديهم امل ازاي؟ لان اللي تم علاجه لغايه دلوقتي بنتكلم في 300,000، واحنا بنتكلم على عندنا ملايين، وبيخش كل كم يا فندم؟ 10 ل 10 يعني شوف حضرتك، بنقول من 180 لحوالي 400,000 مريض سنويا يعني بنتكلم في قرب 400,000 قد اللي بنعالجهم، فقد اللي بنعالجهم. طب هنا الامل يعني بندي امل وفي نفس الوقت بنسحبه من حته تانية، امتى ندي الامل من غير ما نسحبه؟ هو لو تسمح لي اتفضل. ان احنا في نقابه الصيادله في مصر بلا فيروس سي واخدين شقين، شق توعيه ووقايه وشق علاج. بالظبط. شق توعيه ووقايه، ويمكن نفس الوقايه ديت برضو اللي كتبها وعلمها لنا الدكتور محمد عز العرب، اللي بننشرها بين الناس من خلال الصيدليات ومن خلال تعاملنا مع المرضى، ازاي تقي نفسك من الاصابه والمرض، وفي نفس الوقت العلاج. فاحنا واخدين الشقين. انما الاعداد لو زي ما تفضل الدكتور عز العرب وقال لك، لو انا ما عنديش نسبه اصابه اعتقد ان احنا في خلال سنتين هيكون المرض ده مجرد مرض نادر عنه في مصر ان شاء الله. يا مسهل باذن الله. دكتور اشرف مكاوي، عضو نقابه الصيادله والمدير التنفيذي لمشروع مصر باذن الله. يا رب يا مسهل بإذن الله. بلا فيروس سي. شكرا جزيلا. عوده مره ثانيه لدكتور جورج. دكتور جورج، يعني
الاسم حلو قوي، مصر بلا فيروس سي، وعايزين نقضي على هذا الامر لانه هنقدر عانينا منه كتير. هنقدر. يعني هنقدر. كنت تشوف اي حد عايز يسافر السعوديه، عايز يسافر الامارات او دوله بره، ويجي لغايه كشف الطبي عن الفيروس سي ومراجع تاني، فكانت حاجه محبطه للغايه كنت بشوفها عند ناس كتير. فيا رب نقدر في يوم من الايام ان احنا نمنع هذا الامر. الادويه الجديده فعاليتها عامله ازاي؟ طيب هو الاول بس قبل ما نتكلم في الادويه الجديده، في كلمة قالها دكتور محمد عز العرب ان المشكلة كبيرة. وعشان المشكلة كبيرة وهي في رأينا ان هي اكبر من امكانيات الدولة. 15 مليون ده رقم كبير جدا ويكلف تكلفة كبيرة جدا. فاحنا ابتدينا نقسم المشكلة الكبيرة لمشاكل صغيرة على اساس ان احنا كل جزء نقدر نحله على حدة فنقدر نسيطر او نحدد المشكلة. تمام. المشروع اللي احنا بدأنا فيه يوم 1/2/2016 وكان اول لقاء لينا على قناة تين هنا برضو وبنشكرها. طبعا استفاد منه حوالي 25,000 صيدلي، 5,000 مريض غير صيدلي تم علاجه تماما. بنحاول على قد ما نقدر احنا نتواصل مع اصحاب قنوات فضائيه ورجال اعمال وابتدوا يساعدونا في الحمله اللي احنا بننزل بعض القرى النائيه بنعمل لها فحص شامل ونبتدي نعالج الناس اللي هي بيتم اصابتها. تعاوننا مع بعض النقابات العامه زي نقابه الاسنان والبيطريين المحامين المهندسين الفلاحين، ابتدوا ياخدوا الخبره بتاعتنا ونوصلهم مع شركات الادويه عشان يقدروا يحصلوا على العلاج بسعر اقل لي سعر بسيط جدا. الحاجه الاخيره ده دورنا وده واجبنا وده مش حلم، زي ما مصر قضت قبل كده على البلهارسة وزي ما مصر قبل كده قضت على شلل الاطفال وزي ما مصر لما بتحب تقدر تعمل حاجه بتقدر تعملها وبتقدر توصل فعلا نتيجه كويسه. العلاجات الجديده بتحقق نجاح كويس جدا. كان في اختلاف في بعض البروتوكولات وبعد كده خلاص استقر على السوفالدي والديكلانزا او السوفالدي والاوليسي، وحاليا في الهارفوني وفي الهارفوني الجديد، ودول بيحققوا نتائج فوق الممتازه. يعني يعني ممكن المريض قبل ما يخلص الجرعه بيبقى عنده نيجاتيف. طيب يا مسهل يا مسهل في ده الامر. طيب عوده مره ثانيه دكتور اشرف مكاوي عضو نقابه الصيادله بينضم لي مره ثانيه. اهلا بيك يا دكتور اشرف. اهلا بحضرتك. انا بس السيد النقيب العام دكتور محي عبيد هو متابع الحلقه كمان معانا، قال لي من خلال لقاء حضراتكم ان انا اعلن باسمه عن معالجه 20 مريض من خلال قناتين، علاج كامل على حسابنا في الوقت اللي حضراتكم تحددوه ينضموا لينا، وان شاء الله ان احنا نجري معاهم كل الفحوصات اللازمه والكشف والعلاج كله بالمجان من خلال قناتين ان شاء الله. طيب يعني اي دي مبادره من السيد نقيب الصادق. طيب انا بشكركم على هذا على المبادره دي بالتاكيد، واي حد من حضراتكم مشاهدينا الكرام عايز يتواصل مع الدكتور اشرف او نقابه الصيادله ممكن يتواصل مع زملائي في البرنامج وصفحتنا كمان عبر الفيسبوك مصر في اسبوع. 20 قليلين بس يعني بداية. يعني بداية. يا مسهل نبقى يعني 20,000 ان شاء الله يبقى ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور اشرف مكاوي. طيب عوده محمد علي عز العرب. دكتور محمد، فيروس سي كتير كتير، فانا يعني عايز اعمل اي حاجه علشان يعني يحقق النتيجه. الادويه الجديده زي ما كنت بتكلم مع الدكتور جورج ونتائجها، هل بالفعل بتحقق نتائج؟ والنتائج دي بالمقارنه بالانترفيرون اللي كان قبل كده بيعاني منه عدد كبير من الاشخاص بقت احسن بكتير؟ الادويه اللي لسه ما جاتش مصر برضو يعني مستهدفين ان احنا نجيبها ان شاء الله لمصر، ونسبتها قد ايه في العلاج؟ طبعا يعني تسمح بس ان انا اقول للدكتور محيى بيت حمد لله على السلامه من عمره لسه واصل دلوقتي، وهو فعلا عمل نشاط كويس جدا جدا وكان ايده معانا في الان جي او، وعملنا صراحه انجازات كبيره على ارض الواقع من تخفيض السعر للسوفالدي المصري لو كان مسعر ب 8900 جنيه الى ان وصل حاليا 900 جنيه وهينزل المصري المصري يعني. فدي بدايه بس عشان وصل لكام يا فندم؟ 900 جنيه وهيقل عن كده كمان. يا مسهل. النقطة الثانية، احنا زي ما قال الدكتور جورج فعلا في بروتوكولات علاج فعالة جدا للقضاء على الفيروس سي منذ اكتشاف او اعتماد عقار السوفالدي، وقبليه باسبوعين كان عقار السمبريفير اللي هو الاوليزيوم، علاجات فعالة لأول مرة في التاريخ ان انا بيشتغل على الانزيمات التكاثر الفيروس ويقضي عليها لأول مرة.
العلاجات بروتوكولات العلاج في حوالي 4 لـ5 خطوط علاجيه متفق عليها، سواء الجمعيات العالميه زي الجمعيه الاوروبيه للكبد والجمعيه الامريكيه للكبد او منظمه الصحه العالميه. بايجاز شديد جدا الكوريفو الهارفوني، ويمكن دكتور اشرف الدكتور جورج قال الهارفوني الجديد هيعتمد التركيبه الجديده في 28 يونيو الشهر القادم من الاف دي اي، وعندي السوفالدي مع الداكلينزا وعندي سوفالدي مع السمبريفير اللي هو الاوليزيو. دي الخطوط الرئيسيه. نتائج العلاج، لا نتائج العلاج فعاله جدا جدا. احنا بنقول في حاجه اسمها كلينيكال ترايل اللي تجارب كلينيكيه قبل اعتماد الدواء، وفي حاجه ريال لايف اللي هو ان انا بعد نزول العلاج للاستخدام الفعلي بشوف النتائج من واقع الدراسات. الريال لايف احنا كنا معتقدين قبل كده انها بتقل عن الكلينيكال ترايل اللي هي قبل اعتماد الدواء بنسبه 5 لـ10%. تخيل حضرتك ان احنا لقينا دلوقتي النسبه تقريبا هي ان ما فقدش. يعني معنى ايه؟ ان احنا استخدمنا، وده يمكن اقول من واقع الدراسات المصريه، ان السوفالدي مع الاوليزيو حقق حوالي 97% لغايه دلوقتي، واحنا لسه برضو في مجال تقييم. نفس النسب مع الكوريف، نفس النسب مع الهارفوني. الناس فاذا الموضوع دلوقتي الموضوع مبشر جدا، بشرط الشرط ده انا اقول ايه؟ ان المريض يكون المريض المناسب. طبعا الموضوع مش ان انا ادخل لصيدليه اقول له انا عندي فيروس سي اديني حاجه من دول، لا ممنوع. لازم المريض يروح للمركز الكبد المختص او طبيب كبد مختص، والطبيب ده بيشوف حاله المريض الكلينيكيه والتحاليل بتاعته اخبار ايه، وهل المريض ده عنده امراض تانية يعني ولا لا. يعني خطا ان هو يروح مباشره للصيدلي؟ طبعا لا لا طبعا 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 لا. وهناك طبعا هناك في ادويه تتفاعل مع الادويه اللي انا قلت لحضرتك عليها دلوقتي، كلها في تفاعلات معينه مع ادويه اخرى ممكن توقف لي عمل الادويه. بالعكس ده ممكن يبقى في تفاعلات معينه قد تؤدي مضاعفات خطيرة ومضاعفات خطيرة على صحة المريض. فهنا بنقول زي ما بنقول سواء الدواء عموما سلاح ذو حدين، بنقول فيروس سي لو ما تاخدش بطريقة صحيحة من الممكن تحصل مشاكل. المشاكل مش مشاكل تحور فيروس بس وعلى المدى الطويل يبقى انا دخلت مصر في وضع مش مظبوط. الحمد لله لغاية دلوقتي مفيش تحور. لا مفيش مفيش مفيش، بس احنا بنقول ارجوكم ارجوكم عدم يعني ان انا ابين موضوع بسهولة. لا كل مريض ده امانه، لازم يروح لطبيب مختص، وبرجو من الزملاء ان يقعدوا مع المريض بدرجه كافيه جدا ويشوفوا كل الادويه اللي بياخدها ايه. لا ده نخليه، ده ناجله، ده بتصل بزميلي بتاع المخ واعصاب اقول له في دواء كذا ممنوع يتاخد مع ده، اتحاور معاه. فهنا دي رساله. تاني حاجه من النقطه المهمه وبتلزم برنامج الادهرنس. الادهرنس يعني المريض فعلا مواظب على اخذ العلاج في الميعاد المناسب ولا لا. واخد حضرتك؟ انا عندي النتائج الدوليه لحد ما احسن من النتائج عندنا في مصر لعده اسباب، منها مساله ان انا اتاكد من ان هذا المريض مواظب على اخذ العلاج في الميعاد المظبوط. فهي عوامل كتير قوي، لكن احنا في تصورنا احنا ماشيين حاليا بروتوكولات العلاجيه الخاصه باللجنه القوميه للكفه الفيروسيه حاليا. يعني كان الدكتور جورج فعلا سابقا كان في اختلاف وتم علاج هذا الخلاف، حاليا لا ماشيين مع البروتوكولات العالميه. ولكن بدعوا حاجتين، الزباتير اللي هو بتاع شركه حاليا دي مش متوفر في مصر، بدعوا لتوفره في مصر عاجلا لان هو من انسى طرق العلاج حاليا، وحتى المرضى عندهم كسور في وظائف الكلى وسعره يا استاذ كمال ارخص من اسعار الادويه الثانيه. الزباتير. تاني حاجه التركيبه الجديده الهارفوني لانها برضو هتبقى تعمل تغيير ان شاء الله مستقبلا. انا عايز بس اشير لمشاهدينا الكرام ان يعني تفعيلا للمبادرة اللي اطلقتها نقابة الصيادلة من شوية من دقائق عبر البرنامج، ممكن حضراتكم ممكن تتواصلوا معنا ومع فريق البرنامج عن طريق التليفونات اللي ظاهرة امام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. نتمنى بالتأكيد كل الشفاء لكل اهالينا من المصريين المرضى بهذا الفيروس اللعين. طيب دكتور جورج، بالنسبة للمرضى اللي كانوا بيعالجوا بالسوفالدي وما جابش نتيجة معاهم او حصل يعني، لا هو حضرتك البروتوكول القديم كان سوفالدي مع ريبافيرين وامترفيرون ودي حصل في انتكاسات تمام، لكن مع البروتوكول الجديد اللي هو سوفالدي والديكلانزا او سوفالدي والاوليسيو واعتقد الهارفوني والنيو هارفوني اعتقد النتائج مختلفه تماما خالص. يعني وصلت زي ما الدكتور قال 95 و97%، فما اعتقدش ان في اي حاجه. هي المشكله بس ان احنا في بعض الاحيان الناس ما بتفرقش بين الانتكاسه واعاده العدوى. يعني هو ممكن ياخد علاج وممكن بعد فتره يلاقي نفسه حصل له حل اللي عنده فيروس سي تاني،
فده ممكن ما يبقاش انتكاسه، ممكن يبقى اعاده عدوى، ودي مشكله كبيره جدا. زي ما الدكتور قال احنا لازم نقفل الحنفيه. احنا برضو في نقابه صيدله مصر شغالين في حمله جديده اللي هي التوعيه، ازاي المريض يعرف يحافظ على نفسه وعلى اسرته. يعني تخيل مثلا اب في الاسره مكونه من زوجه وخمس ست اولاد، كل دول ممكن يتعدوا في لحظه. فلازم في الوقايه الصحيه، ولازم ياخد باله من ادواته الشخصيه، ولازم لما يتعامل مع الحلاق يتعامل ازاي، ولما يتعامل مع دكتور السنان لازم ياخد باله من نفسه، عشان مش كل ما احنا نحل مشكله هو هترجع له تاني. معاك حق في ده. هو ليه فيروس سي اللي عمل الضجه الكبيره دي؟ كنا بنسمع الاول عن فيروس ايه وفيروس بي، والسي اللي انتشر بشكل مهول ليه كده؟ احنا في مصر يعني احنا يمكن البدايات المعروفه هي علاج البلهارسيا بحقن الترطير المقيم. الفكره مش في الحقن العلاج، لا، الفكره في طريقه اخذ العلاج. كان سرنجه ازاز وكاب تتغلي، ومفروض درجه التعقيم بتوصل عند درجه غليه معينه تطلع من ده، فدي كان طبعا ومع القطره فكانت اصبحت وسيله عدوى يعني. لكن طبعا بس بحب اطمن برضو زي ما قال الدكتور جورج، الناس اللي حصلت لهم انتكاسه، يعني نفرض احنا عشان نقضي على الفيروس لازم نشتغل على ثلاث انزيمين من ثلاث انزيمات التكاثر، ها؟ فلو حصل انتكاسه بشتغل على الانزيم اللي انا ما اشتغلتش عليه. يبقى بمعنى ايه؟ واحد حصل له نفرض كان بياخد السوفالدي مع اوليزيو وحصل انتكاسه او عدم استجابه، بستخدم معاه الهارفوني هيجيب تاثير. يعني في احنا عاملين دلوقتي بروتوكولات لهؤلاء المرضى متوافق مع بروتوكولات الايه؟ العالميه، وشغالين بيها في مصر حاليا. موضوع الانتكاس وعدل العدوى انا بشكر الدكتور جورج فعلا. الموضوع ان انا عشان اقول واحد شفي تماما لابد ان يكون البي سي ار بعد ثلاث شهور من وقف العلاج سلبي. طيب وقف بعد ثلاث شهور ما في العلاج سلبي، هل معنى كده ان احنا نسيب الموضوع؟ كل الاتجاهات العالميه ان المرضى حتى لو سلبي ان انا لازم اتابع بعديها لخوف ان هو يكون العدوى، لان معنى ان هو اختفى الفيروس كامنة. لا هو اختفى فعلا، بس مشكلتنا ان احنا ممكن يعني ما بديش المريض الذي شفي من فيروس سي، مش معناه ان هو واخد مناعه ضد فيروس سي. لا، فلازم احرص جدا، ممكن يرجع له تاني. طبعا لو تعرض لعدوى بالظبط، فهي دي الفكره. ما هي دي المشكله، فاحنا بنقول لا خلي بالك الامراض التانيه اللي بيجوا. لا 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 خالص، فبنقول له خلي بالك لو سمحت اعمل كذا وتخلص من ادواتك القديمه وانت بتاخد العلاج. لا فهي دي، عملنا ايه؟ فهي دي يعني هو بياخد العلاج وبيحلق بنفس مكنه الحلاقه، هو بيعدي نفسه تاني. خلصت. طيب بينضم لي الاستاذ مدحت من المنوفيه. اهلا بيك يا استاذ مدحت. استاذ مدحت، ايوه يا فندم، اهلا بيك. السلام عليكم يا اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حسين من حلوان يا فندم. اهلا بيك يا استاذ حسين، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، والله انا مريض كانسر وعندي فيروس. السلام يا فندم. الاثنين. فكنت عايز اسال كانسر فين بس؟ كانسر في ايه يا فندم؟ وباخد. نعم يا فندم. كانسر في ايه؟ كانسر وعندي فيروس سي وباخد علاج نكسوفار. نوع الكانسر؟ نوع الكانسر ايه؟ نوع كانسر في الكبد يا فندم، 5 6 سم. تمام. اكلم الدكتور يا فندم؟ هو سامعك يا فندم وبيكلمك. سامع حضرتك. انا يا فندم عندي كانسر في مساحته 5 6 سم، وكان عندي الدلالات كانت 15000، نزلت دلوقتي ل 200 ل 200، وعندي وظائف اتعدلت كويسه، وظائف الكبد. عملت حرق او علاج كيماوي عن طريق الشريان الفخذي، حقن عن طريق الشريان الفخذي؟ ما اعطونيش، قالوا لي ده انت محتاج حقن اشعاعي ابو 150000، ده وانا راجل ما اقدرش اعمله. يا الله. وقالوا لي عن طريق جزيئات المشعه. طب اساسا بس لو اتصل تاني. طيب لو ايه؟ طيب يعني اتصل بينا ويجينا المعهد القومي للكبد. أيوة. يوم الاربع في عندنا عياده الاورام، اورام الكبد، ويجيب لنا كل حاجه عملها وان شاء الله ندخله على طريق مظبوط ان شاء الله. طيب استاذ حسين، يوم الاربع ان شاء الله تروح ل المعهد القومي للكبد، 10 شارع القصر العيني. 10 شارع القصر العيني، عياده الكبد، وتسال على الدكتور محمد علي عز العبر ولا يروح لحد. لا احنا عندنا عياده اورام الكبد واحنا موجودين فيها ان شاء الله. طيب تمام، يعني علشان مباشره تروح له وربنا يعني يشفيك ويعفى عنك، لان
150 الف جنيه كتير على اهالينا. لا هو دي تقنيه علاجيه لبعض انواع المرضى الذين لا يناسبهم الحقن الكيماوي عن طريق الشريان الفخذي او طرق، يعني اكيد في حاجه معينه قالوا له الجزئيه اللي هي اللي بيسموها تير ريدي امبولايزيشن، فانا بس نشوف حاجته الاول بس، يعني نشوف حاجته ونشوف الوضع المناسب. طيب عوده ثانيه لمشاهدينا الكرام، ام محمد من العاشر من رمضان، اهلا بيك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك بس انا كنت حابه ان انا اسجل اسم اخويا، فالاستاذ خد الاسم ورقم التليفون وقال لي ممكن اطلعك على الهوا يعني. طيب تمام يا فندم، اهلا بيكي. و الصوت بقى تمام سامع قوي يعني. طيب تمام يا فندم، لو حضرتك سجلتي اسم اخوكي مع زملائنا في الاعداد خلاص يا فندم. بتقول ايه حضرتك؟ مش سامع. لو حضرتك سجلتي اسم اخوكي مع زملائنا في الاعداد يعني تمام، خلصت الموضوع. نتمنى له بالتاكيد الشفاء يعني. اخويا او رقم التليفون عشان العلاج يعني. بنشكرك يا فندم، بنتمنى له بالتاكيد الشفاء ان شاء الله العاجل. يا طب انا هعمل جمله اعتراضيه بعد اذن حضرتك. هم ال 20 فرد اللي احنا ان شاء الله نقابه صيادله مصر هتساعد في علاجهم، وده واجب علينا على فكره، ده مش هديه، ده واجب علينا من نقابه صيادله مصر. احنا محتاجين منه ثلاث حاجات. محتاجين منه صوره البطاقه القومي الرقم القومي، ومحتاجين تحاليل البي سي ار، ومحتاجين روشته الطبيب. لو ما عندوش روشته الطبيب هيجي لنا واحنا هنحدد له ميعاد مع الدكتور محمد عز العرب عشان يحدد له البروتوكول العلاج الخاص بيه. يبقى مطلوب من مشاهدينا الكرام اي حد عايز يدخل في هذه المبادره، مبادره علاج صيادله يعني نقابه صيادله مصر، انه مطلوب منه ثلاث حاجات: صوره البطاقه الشخصيه بالظبط، بطاقه الرقم القومي، ثاني حاجه البي سي ار بالظبط، وثالث حاجه الروشته من طبيب، روشته معتمده من طبيب. ولو ما عندوش طبيب احنا عندنا الدكتور محمد عز العربي، يعني راجل كتر خيره تعبان معانا، هو هيكمل مع برضه في المعهد القومي للكبد في شارع لا في هو بيجينا يوم في الاسبوع يعمل كشوفات. يعني الراجل فعلا ربنا يجعله في ميزان حسناته فعلا يعني. طيب انا نفسي اسمع يعني اصوات كتير من اهالينا اللي يعني بيرغبوا في سؤال حضرتك، باستغل وجودك معانا وكمان مبادره الدكتور جورج. طيب عوده مره ثانيه للفيروس سي والوقايه من هذا الفيروس، علشان دي اهم عندي من العلاج. احنا بنتكلم دلوقتي في الفرعيات، الاصل هو الوقايه. بالظبط. انا ازاي اقي بالتوعيه اول حاجه، وبرضه بالاشراف أكيد. لان في طبيب ممكن بالرقابه رقابه والاشراف أكيد. ازاي نقدر نعمل ده؟ شوف حضرتك، احنا في جميع المنشات الطبيه المستشفيات في لجنه اسمها مكافحه العدوى. اللجنه دي منوط بيها انها تتاكد ان جميع الاجراءات بتتم خوفا من نقل العدوى في اي قسم من الاقسام، سواء درجه التعقيم ايه اخبارها، التزام العاملين بالمعايير المفروض ليه عشان ما نقلش العدوى، والحاجات اللي انا قلتها بسيطه قوي، استخدام الجلافز، الماسكات، ادوات التعقيم اللي هي الموجوده، لبس التعقيم. ده بالنسبه للطبيب. الطبيب والجهات المعاونه ديره. نقطه مهمه جدا، التخلص الامن من النفايات الطبيه. دي مهمه جدا جدا يا اسطى، مهمه بشكل رهيب يعني. تخلص امن ده ما بيحصلش كتير. لا بيحصل ليه؟ لا بيحصل، بس لا بيحصل فين؟ ما بيحصلش كتير. لا لا بيحصل فين؟ بيحصل في المنشآت. انا بس عايز ادي فكره، كان في حد من الساده العالمين كلمني النهارده، طب ما احنا في سرنجات بنستخدمها في البيت. طب هنعمل فيها ايه؟ فدي نقطه مهمه. انا دلوقتي سرنجات في يعني مثلا الناس عندهم سكر بياخدوا انسولين، في ناس عندهم اي مرض فوجائي وبياخدوا علاج. احنا مش حاكمين ان اي انجكشن او اي حقن لا تتم الا في مراكز، لا ممكن في ناس بياخدوا في البيوت. ودي لا محاذير يعني، انا ضد الكلام ده، ولكن في حاجات بس الواقع بيفرض احيانا. ولكن احنا بنقول ايه؟ ان لازم الثقافه اللي احنا بنقول عليها التوعيه الصحيه، ان انا اي حاجه حاده دخلت جسم شخص مصاب لابد تخلص منها، اولا وعاء صلب سواء كرتون مقوى او علب اللي هي علب صفيح او اي حاجه او كام ده، وان الواحد ما يحاولش يقفل او يغطي السرنجه، ممكن هو يتشك، ولازم العلبه المقوى بعد ما يعمل ايه بالسرنجه نفسها بعد ما بيتخلص منها في الشيء اللي هو سواء الصلب او كرتون مقوى، وبيتم تغطيه ليها.
مفروض احنا بقى احنا المفروض يعني لا لا دي موجود اي كرتون يا بيه اي كرتون اي علبه مش عايز اقول الالبان اللي مش عايز ادي اسامي عشان مش دعايه دي كده اي صفيحه يتم التخلص فيها الناس اللي ما عندهم عشان ما تشكش حد بالصدفه اللي عندهم ايه اللي عندهم سكر وانسولين والحاجات دي كلها في حاجات جزئيات بسيطه جدا بس ان انا توعيه دي مهمه قوي. تاني حاجه كل مستشفى لها محرقه. انا لما افتح عياده بعمل في جرات تسجيل عقد مع محرقه العقد مطلوب مني عشان الترخيص. طب التفتيش اللي احنا بنقول عليه هل شهريا حد بيفتش عليا للتاكد ان انا فعلا المحرقه ان انا بوصل لها الكلام ده ولا لا؟ كانت احدى زميلات الاعلاميات برضو كانت عملت يعني تقرير عن ده وقالت ان الحاجات المخرجات اللي المستشفى بيتم بيعها في اماكن تانية لا ممنوع لا ما طبعا طريق سري طريق يعني لا هو خلفي. ممكن الاهمال بقى لو انا خرجت كيس احد العاملين خرجوا بطريقه معينه اعاده التدوير دي بقى الخطيره عادة دور مخلفات دي الخطيرة جدا جدا يعني. فالفكرة النقل اولا المكان فيه محرقة طريقة النقل في سيارات معينة مش طريقة نقل القمامة العادية يعني في جزئيات في جزئية مهمة جدا الدم الامن عملية الدم الامن احنا الحمد لله بدأنا في مشروع الدم الامن يمكن من نص التسعينات لغاية دلوقتي خصوصا مشروع سويسري احنا عشان اقول ان كاس الدم دي امنة يفترض ان احنا عايزين نحسن طريقة الكشف على الفيروسات داخل الاكياس في طريقة مهمة جدا بيسموها نوكليك اسيد تيست دي عبارة ان اي تي عبارة عن اجهزة بتقدر تكشف لي بدرجة فعالية 100% ان هذه الاكياس خالية من اي فيروسات. المشكلة في ايه؟ ان الجهاز ده لا يقل ثمنه عن 10 مليون جنيه فلابد ان انا اوفره بقى انا مش هنعتمد على الدولة في كل شيء. انا دلوقتي في عندي صناديق ضخمة انا عندي مصر خير وخلافه ليه ما وجهش دي وفعلا بدأ توفير الأجهزة دي من خلال جهود هذه المنظمات. عايزين نكون الحملة أولا حملة لها مركزية إنها توزع على كل مصر والأماكن إن احنا نشوف عملية دراسة استقصائية يعني دكتور جورج قال الكلمة إن كتير من مرضى فيروس سي مش عارفين عندهم فيروس لازم أنزل لهم مش عارفين ان هم يجيبوا يعني لازم انزل لهم ومش بس يا دكتور محمد في العيادات برضو في الصيدلات في بياخدوا حقن كتير جدا من اهالينا بيروحوا الصيدليه ده اكتر اصلا اهالينا بيروحوا الصيدليه عشان ياخدوا حقنه مش بيروحوا للطبيب مخصوص ويدفعوا كشف فبرضو طبعًا. الجزئيه عندكم احنا ابتدينا ناخد خطوه بالتعاون مع وزاره الصحه لانشاء مصنع سرنجات اليه التدمير يعني حضرتك السرنجه بتستخدمها مره واحده بعد ما بتطلع من المريض السن بيدخل جوه السرنجه على طول دي حاجه تكنولوجي جديده كده بس موجود في العالم جدا بالظبط علشان حته المصنع تحت الانشاء بالظبط في حاجه كده الحاجه الثانيه طبعا انا يعني باكد وبسمن دور الاعلام حضرتك زي ما احنا نقدر بسهوله جدا نعمل حمله اعلاميه قويه جدا لمده دقيقه على كل قناه بس نقول للناس يا جماعه خلي بالكم من كذا وكذا 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 خلي ابنك ما يستخدمش فرشه اخوه خلي ابنك ما يستخدمش ماكينه حرقه صاحبه يعني في حاجات بسيطه جدا نقدر نحد بيها عن بجد حتى على الفرشه طبعا كمان اي حاجه بتعمل تعور اي حاجه بتعمل دم اي حاجه بتعمل دم تعمل نقل العدوى فطبعا في حاجات كتيره نقدر يعني بمجهود بسيط يعني مثلا احنا عندنا 50 قناه فضائيه لو كل قناه فضائيه عملت دقيقة في اليوم يبقى أنا عندي 50 دقيقة كل يوم أكيد 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 المواطن هيشوفها أكيد المواطن هيستفيد مرة لو ما استفادش أول مرة هيستفاد تاني مرة أكيد الجيل الجديد اللي طالع ده لازم أعمل له تنشئة صحية مختلفة يعني الجيل الجديد خلاص هو اتعود على عادات معينة ممكن تكون أغلبها مش صحية لكن أنا عندي جيل جديد أحاول أخليه جيل نشأ صحيح اديله الحاجات الوقائيه دي في المدرسه اعلمه ازاي ما يستخدمش فرشه حد ازاي يستخدم المشط بتاعه ازاي يعني في حاجات بسيطه كده تقدر تنمي فيها جيل قوي جدا وصحي توعيه بالظبط توعيه صح بالظبط طيب الاستاذه ساميه من القاهره اهلا بيك يا استاذه ساميه اهلا بحضرتك اهلا بيك مساء الخير مساء النور ممكن اكلم الدكتور محمد طبعا اتفضلي ميرسي انا كنت مقدمه قبل كده في تبع وزاره الصحه وجالي مستشفى الفاطمي فاطمية من سنة 2014 وكل ما اروح يعني قعدت الاول كل ما اروح يقولوا لي يأجلوني وبعدين دلوقتي كل ما اروح يقولوا لي الشيك ما اتمضاش فيعني من 2014 لحد 2016 مش عارفة ايه يعني انا ما بقوى بس قد ما بعتبرها ان انا عايزة اوصل معلومة وحتى لو شكوى يا فندم برضه احنا هنساعدك في حلها مفيش اي مشكله طبعا
هي طبعا هو كان حصل فعلا تاخير ايام كنا بنعتمد على السوفالد الاجنبي. دلوقتي الدكتور احمد عماد وزير الصحه فعلا عمل قرار في منتهى الجمال جدا الاعتماد على المنتج المصري في علاج فيروس سي ابتداء من اول يناير 2016. دي القرار ده بكل صراحه دكتور محمد زي الاجنبي انت قريت سؤال يا ارد انا بقى يا فندم معلش انا هسال دايما عقده الخواجه هرد انا دي يا فندم معلش يا دكتور محمد اتفضل بص حضرتك الدواء لا اما دواء لا اما مش دواء بمعنى اي دواء منتج مصري لازم ليه مقاييس ومعايير معينه بيمر بيها عشان يتم في الاخر اخراجه من المصنع للمواطن والمريض تمام ودي بروتوكولات عالميه وستيبس معينه مفيش اي مجال لتجاوز اي خطوه فيها تمام الفكره مش كده بس الفكره في حاجه اسمها بايو ايكويفالنت دي بمعنى المعادله الحيوي او التكافؤ الحيوي للمنتج الاصلي اللي عاملاه الشركه الام الاجنبيه مع المنتج المصري لو حصل اي حاجه مختلفه عن المنتج الاصلي حتى لو احسن بيتلغي فمفيش مجال تماما ان الدواء المصري اقل كفاءه من اي دواء اجنبي بالعكس احنا حققنا نتائج كويسه جدا في الزفالدي من شهر واحد مع كامل احترامي لحضرتك وحضرتك يعني في نقابه الصيادله وعضو مجلس ادارتها بس عذرا يا فندم الواقع فيه حاجه ثانيه الواقع ان في ادويه بيجي لها الرو ماتيريال الماده الفعاله والاكتيف رو ماتيريال بتيجي من الهند والصين بعد ما كانت بتيجي من المانيا وفرنسا فاصبحت اقل نوعا ما لانها رخيصه لا يا فندم هقول لحضرتك مفاجاه بقى يعني طيب بص حضرتك المانيا وفرنسا وامريكا اصلا انشات مصانع في الهند طبعا اكيد لرخص ايد العامله معاك تمام معاك. وهي نفس الرو ماتيريال اللي احنا بنستخدمها في المصانع في امريكا هي اللي بيتم استخدامها تماما في المصانع في مصر دي موضوع لا نقاش فيه تماما الدواء المصري امن وفعال ولا يقل اي فعاليه خالص في فعاليه الدواء المصري بصفه عامه ولكن لا 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 خالص البعض لا بص يا فندم الفكره ان معلش مع احترامي للدكتور محمد ان في بعض يعني الاطباء بيروجوا للدواء المستورد وده حقهم هو عايز فكر معين او هو بيحب اسلوب معين في البروتوكول او كده بالظبط لكن انا اي دواء مستورد في 12 بديل ليه في مصر طيب 12 كلهم ما يقولوش كفاءة بس هي الفكرة عندنا في لجنة التسعيرة لما الدواء بينزل سعره كل منتج بينزل 10% عن المنتج اللي قبله فطبعا بيجي المواطن يقولك ده بمية جنيه وده بعشرة جنيه لا ده متعبي ايه لا من الموضوع مش كده خالص الدواء المصري يعني يكون بالزبط. وليه سمعه كمان بالزبط يعني انا مش انا بضرب في سمعه المنتج المصري ولكن انا عايز يكون احسن لان احنا مثلا بنصدر بكام 250 مليون 300 مليون دولار 250 مليون دولار تمام 300 مليون دولار الاردن بتصدر ب 7 مليار دولار ادينا 7 مليار 14 ضعف طبنا يعني متقاربه طب هات حضرتك مثل بقى بسيط قبل ما قبل المثل ممكن اخد محمد من الايوبيه اتفضل اتفضل اهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دلوقتي انا سجلت اسمي في الاعداد احنا عندنا فيروس سي سمعنا حضرتك الف سلامه يا فندم سمع. وبنغسل الكلى بنغسل عندنا فيروس سي وبنغسل الكلى واحنا ابد اصلا تبع تامين صحي ومقدمين في التامين الصحي في 2014 وقالوا بتوع غسيل الكلى ما قولهمش بتاع فيروس سي يعني احنا اصلا وانا قدمت اسمي في الاعداد مع ال 20 واحد اللي حضرتك قلت عنهم واحنا عندنا بنغسل الكلى وعندنا فيروس سي واخد بالك الدكتور كان بيتكلم انا كنت داخل نيجاتيف وجابوا له فيروس سي من الغسيل يعني كنت داخل نيجاتيف مش بوزيتيف ودلوقتي بتدخل ومش بيقولوا لك برضه فيروس سي ولا مش فيروس سي يا ترى هيعدي كام واحد تانيين يا ترى هيعدي كام واحد علاج وقائي من ده انت فين يا فندم بتروح فين تغسل فين؟ انا بغسل اصلا في مستشفى عام فين؟ بغسل في جبين قناطر لا بس بتغسل على مكان فيروس سي دلوقتي لا بغسل بوستف بغسل بوستف بغسل نكت بغسل بوستف تمام هنجاوب حضرتك هنجاوب حضرتك احنا دلوقتي قالوا العلاج بتاع غسيل الكلى ما طلعش ليه البتاع البتاع ده اللي ابو سيدنا محمد بتاع البوستف لسه بتوع غسيل الكلى العلاج اللي موجود ده ما ينفعش بتوع غسيل الكلى هنجاوب صح طب الدكتور محمد هيجاوبك يعني طبعا هو اتعدى من الجهاز وبيعدي غيره هو طبعا في مواصفات علاج لازم نتفق زي ما بقول لحضرتك لازم من يقول ده ياخد ده
خط علاجي ده او ده او ده هو الطبيب معالج. احنا متفقين في بروتوكولات العالمية المرضى اللي هم عندهم تأثر في الكلى. انا عندي 5 درجات تأثر من الف لخمسة، والناس اللي بيغسلوا الكلى والناس اللي عملوا عملية زرع كلى لهم وصفات معينة في العلاج. اهم وصفات في العلاج اللي هو العلاجات التي لا تؤثر، يعني انا عندي فيه طريقة اخراج او تخلص من الدواء، لو بيتخلص عن طريق الجهاز الهضمي والكبد اساسا يبقى ده امن لمرضى الكلى. احنا البروتوكولات العالميه دلوقتي الادويه الامنه اللي ممكن نستخدمها، وطبعا الف سلامه عليه وكل اللي بيعانوا من الغسيل الكلوي، ان احنا في دوين دلوقتي الكوريفو وزيباتير اللي انا طالبت ان هو ايه يدخل ده كده. لكن احنا ان شاء الله في مع بتعاون مع نقابه الصيدله ان شاء الله هنحاول هندخل المساله دي لهؤلاء المرضى. حتى الدكتور احمد عماد في تكمله كلامي قال الدواء المصري اللي ابتداء من اول يناير ما عدا الكوريفو والحالات اللي هي الايه تاثر الكلى زي الايه. طيب انا عايز برضو انوه لمشاهدي الكرام يعني من خلال برضو المبادره اللي اطلقتها نقابه الصيدله علاج 20 مريض مصري من فيروس سي، يعني في الاوراق المطلوبه كلها موجوده على صفحه البرنامج على الفيسبوك، حضراتكم بالفعل بداتوا تتواصلوا، وبرضو اي حد من حضراتكم عايز يتواصل عن طريق التليفونات اللي موجوده امام حضراتكم على الشاشه اهلا وسهلا بيه يدخل في هذه المبادره يعني. وشكرا طبعا لنقابه الصيدله كلها والسيد النقيب على هذه المبادره اللي ان شاء الله ما تكونش 20 بس، 20 كستب اولانيه بس إن بعد كده ان شاء الله تكون اكتر بكتير لغايه ما نوصل ل ما فيش مريض فيروس سي في مصر. انا نفسي المبادره دي تكون اسم على مسمى ان شاء الله نوصل لها قريب باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله احنا طيب. نقدر يعني المصريين يقدروا، مش نقابه صيدله مصر، المصريين يقدروا. هو ده ان جي او زي ما دكتور محمد ما بيقول ولا انتوا كدوله؟ احنا لا احنا مش دوله، احنا نقابه بصت الاول ان هي عندها مشكله مع اعضائها الصيدله. لما جينا نحل المشكله مع اعضائها لقينا الموضوع اكبر، يعني في صيدلي يجي يقول لك اصل انا مش عايز اخد العلاج، انا ممكن تدوا العلاج لزوجتي. يعني هو وزوجته مرضى. فهو عشان انا كنقابه هعالج زوجته بقى هعالج هو بس، فقال لي لا طب بلاش، ممكن العلاج بلاش ليا هديه لزوجتي. فنقلنا الموضوع للاقارب. بعد كده لقينا مثلا في بعض الاجتماعات او المؤتمرات او بيجي لنا ناس انا دكتور تعبان ومش عارف اوصل للعلاج ده وبقالي سنه واتنين مش عارف اخد العلاج من المستشفى، فابتدينا نوسع الحمله كذا. شكر موصول جدا لشركات الادويه اللي هي مفروض شركات استثماريه، لكن بصراحه هم متعاونين تماما معانا، متعاونين مع سياده الوزير. يعني لما بينزلوا كمان سعر الدواء من 900 جنيه ل 500 جنيه في المراكز الطبيه، احنا اتبرعوا لنا بكميات كبيره جدا مجانا. ففعلا هم ليهم شكر موصول. في جمله بس كنت بقول لحضرتك على الدواء المصري سريعا يا فندم عشان ده خلاص يعني الوقت. حضرتك لو عندك اي صديق بيسافر بره مصر بيعمل ايه؟ دايما بياخد كمية دواء مصري معاه مسافر. او لو حد جاي من الدول العربية او من الاجنبية بيجي ياخد ده، لان مصر فعلا دواها الكفاءة بتاعته ممتازة جدا وسعره اقل بكتير جدا جدا عن السوق الاجنبي. كل بالتأكيد يعني كل الامنيات الطيبة للدواء المصري طبعا. نفسي الدواء المصري يكون سمعته عالمية ونصدر نعمل احنا بقى الادوية الخاصة بينا والخارج هو اللي يستوردها مننا ان شاء الله. الله. إن شاء كلمات الله. اخيرة بخصوص الفيروس لو حضرتك عندك اي انا هقول بس نقطتين سريعا جدا. النقطة الاولانية ان احنا عايزين نحسن ادائنا بالانتاج الصيدلي، ودي حقيقة. انا عايزين اللي عندنا 14 مركز تكافؤ حيوي اللي هو انا عايز استغل الجزء في مقاطعة بسيطة بس اوجهها للدكتور. نفسي في زي ما الدكتور ما بيقول نحسن ادائنا في الانتاج الصيدلي ويكون عندنا كمان ننتج الرو ماتيريال ما نستوردهاش من بره. يعني ده موضوع كبير جدا. ده كان عايز حلقه لوحده. دي خطه اللي احنا عايزين. عندنا 14 مركز للتكافل الحيوي، مركز حياديه وممتازه جدا بتتخذ الاجراءات العالميه، لكن للاسف شديد ولا مركز من دول واخدين الاربع جهات العالميه. المفروض عشان انا اصدر لازم يكون واخد اعتماد المراكز دي من جهه عالميه. دي رقم واحد. رقم اثنين الاستيراد الماده الخام من اماكن واخده فولنتري لايسنس موافقه من الشركات المنتجه الاصليه. يعني سوق الماده الخام لو انت دخلت على سوق متشعب في دواء كذا، لكن لو انا اللي انا هستورد منه واخد فولنتري لايسنس من الشركه المنتجه ده هيبقى اسهل. طيب. النقطه الثالثه الاخيره، احنا بنستغل وجودي معاكم بنعلن عن مبادره بالنسبه باسم المركز المصري للحق في الدواء. أيوة. بتعاون مع وزاره الصحه
باعتبار يوم الصحة العالمي اللي جاي في 28 يوليو ده بالظبط هيبقى يوم الكشف مجانا لفيروس سي، ودي هتبقى خطوة كبيرة جدا جدا فين؟ في مصر فين؟ في عموم مصر بنحط لها اللوجستيات طيب. للتنفيذ، لان احنا كتير جدا من المرضى ما يعرفوش، وهنبقى في النجوع والقرى بلوجستيات معينه. طيب 28 يوليو اللي جاي ان شاء الله هيكون الكشف المجاني في جميع ربوع مصر تبع المبادره اللي قالها الدكتور. المبادره الثانيه الخاصه بينا هتكون على صفحتنا على الفيسبوك، اي حد من حضراتكم ممكن يكون من ضمن ال20 اللي ان شاء الله يكون ليهم الحظ في الشفاء من هذا الفيروس اللعين، ممكن تتواصلوا معنا عن طريق صفحه الفيسبوك، ومعاكم صوره بطاقه الرقم القومي والبي سي ار او روشته الطبيب معتمده. جزيل الشكر دكتور جورج عطله عضو مجلس نقابه صيدله مصر، شرفتني يا فندم. وكمان الدكتور محمد علي عز العرب استاذ الكبد ورئيس وحده الاورام في المعهد القومي للكبد، شرفتني يا فندم. عفوا يا فندم، شكرك شكرا جزيلا خير. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعه، هذه تحياتي كمال ماضي في امان الله.